السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما على بالكم أخوتي، مازلنا مع مبادرة اللي درناها هي شراء الأدوات المدرسية للتلاميذ ولا للناس اللي ما عندهمش. كاين اللي مسكين الله غالب عليه، ما قدرش الوالد تاعو تحصل له لأن الوالد ما عندوش واحد ولا زوج ولا ثلاثة، والقائمة يا خوتي تاع تلميذ واحد راها كارثة، بلا كرطاب ما تشكرش. كاين اللي ما يقدرش يتحصل عليها الله غالب، كاين اللي يقدر، كاين اللي يخلصه في الشهر 500 درهم. 500 يخلص بها الضوء ولا يخلص بها الغاز ولا يخلص بها الماء ولا يوكل بها ولادو، نديروها مليون ولا نديروها كاع زوج ملايين اخوتي، اش يدير بها؟ هيا فما بالك اللي ما عندوش ما خدامش غير نافيكي عامل يومي، هل ربع دراري ولا ثلاثة دراري يشري لولادو؟ صعيبة يا اخوتي، كريدي انت يعري روحو باش يكسيهم هو. ليسونسيال اخوتي، اليوم تحصلنا على ادوات المدرسية للتلميذ الثالث. بلا ما نساوي خوتي، حنا ما نقولوش تلاميذ هادو اكسيتيرا، هم الكايات ادعوا اللي شريت لنا وحده، شريت لنا ادوات المدرسيه، ادعوا لها يا خوتي خالص الدعاء من القلب، وادعوا للتلميذ ايضا باش ينجح في مشواره الدراسي. نسيناها قلامة صادر سبتها المقلامة؟ لا ما نزلتش حاطينها مقلامة لكن زميل صاي القوم ولا إذن أخوتي، أي واحد حاب يعاوننا في كاش تلميذ ولا يتواصل معايا وما نحرموش من الأجر. دمتم في رعاية الله وحبه. سلام.